يسعد لي اوقاتكم، صبايا كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم الفيديو شوي قصير على عكس تخطيطاتي، كنت مخططه شغلات كتير اني شاركها معكم، بس هيك بنتي الصغيره شوي كانت مرضانه فما حسنت تكمل تصوير بيوم اللي كنت ناوي اصور فيه. فهون الفيديو عم شارك معكم تحضيرات، هيك عاملين حفله عيد ميلاد لرفيقتنا، العمر كله يا رب بخير وسعاده وبفرح لها، وحبينا هيك نجهز سفرة ظريفة يعني كلياتنا، كيكة رفقات كل واحدة عملت شوية أكلات، وهيك وصينا على كيكة وفاجأناها. فأنا حبيت أعمل بحبوا اليولانجي من إيدي والتبولة، وحأعمل أكلات حلو كمان. فحبيت هيك شارك معكم شوي بشغلات باليولانجي بيعملها، أنا مشاركته قبل هالمرة معكم، بحط لكم بصندوق الوصف طريقتي بالحشوة اليولانجي. بالصوص اللي بدي أطبخ فيه اليولانجي يعني كل شي زايد من الحشوة من المرقة اللي بتصفي منها بتركها، لأنه هي مرقة الدبس رمان والليمون والخضار اللي المي اللي نزلت منها، فبتركها بحطها معهم، وبحط كمان دبس رمان وبضيف وزيت زيتون وليمون ملح وفلفل ونعناع يابس وهيك معلقة قهوة كبيرة بالمطحون، بتطلع غير شكل. حبيت اعمل اكلة جديدة طيبة اول مرة بعملها انا بصراحة، وكتير هيك عجبتني وحبوها الولاد وحتى بروح حبوها رفقاتي. هي اسمها ماجنوليا، اكلة تركية كتير مشهورة هون، يعني كنت شوفها بالافران او عند الباستا جي بيكون موجودة، بيحطوها بأطرميزات او بكاسات حلوة يعني موديلها حلو بالتقديم، فهيك حبيت اجرب اعملها وعن جد طلعت طيبة. هلا نحن بنحسن نستخدم الفواكه الموسمية مثلا مثل الفريز الكيوي الموز، اي نوع فاكهة بتفضلوا ممكن تستخدم، بس الفريز هيك لونه حلو يعني بيعطي شكل حلو. بدنا فريز وبدنا بسكويت، انا استخدمت باكيت بسكويت سادة وباكيت على كاكاو، طحنته مثل ما لكم شايفين وهيك حطيتهم على جنب. وطحنت كمان بندق يكون نيم ومحمص او مملح يعني مشان ما يضرب على النكهات الحلوة. بدي احطه كمان بين الطبقات، كمان بتحسن تستخدموا الفستق الحلبي او الكاجو او اللوز، اي نوع بتحبوه انتو. هلا الطبقة الثانية اللي هي تشبه البودينج بس يعني نكهتها خاصة اكثر من البودينج، وبيستخدموا فيها بدال النش يعني ما بنستخدم النشا بنستخدم الطحين. حطيت انا هون استخدمت لترين حليب لاني كبرت الكمية، فكل لتر بده 4 معالق طحين، وبده تقريبا 3/4 الكاسة سكر، لا تكتروا سكر لانه البسكويت كمان حلو فما في داعي لكتير سكر، وكل كيلو حليب مع 3/4 كاسة سكر، بده 4 معالق طحين وظرف فانيليا، وبدنا من هذا الظرف كريمة شانتيه او قشطة العلب كمان بتصير بيمشي حالها، وبيضة بنخفق كتير منيح مع بعض على البارد، بعدين بنرفعهم على النار.
بالنسبة للزينة، انتوا حسب الرغبة بتحبوا تعملوا كذا طبقة، بتحبوا تحطوا من الفريز او الفاكهة اللي بتختاروها بالنص او على الجنب مثل ما بتكون، بس هيك طريقتها يعني حلوة، بيظهر لبرات الكاسة او الزبدية اللي عم تقدموا فيها نوع الفواكه. فهيك حطيت انا طبقة بسكوت، طبقة من البندق المطحون، بعدين البودينج، وحطيت على الوش كمان نفس الشي البسكويت. حتى شي عملته بسكويت كاكاو، شي عملته بسكويت سادة، وحتى كمان عندي زاد كمية منيحة من البودينج عملته كمان بالموز، بس اللي حبيت اخدهم معي عملتهم على فريز. وهيك زينت وشهم بحبة فريز، وهلا بس ليبردوا شوي على البراد لتاني يوم تطلع الأكلة كتير طيبة. صباح الخير من يوم جديد. حبيت نشرب القهوة على رواق، بس مو على بكير، ما كان الوقت بكير، متأخرين لأنه تأخرت بالنوم قبل بيوم. هو أنا زوجي بيروح متأخر، ما بيروح بكير، يعني ما بيروح قبل 12 وحدة على شغله، فهيك حبيت ذوقه من الحلو، اسمه تازة. يعني قلت له هات أعطيني رأيك قبل ما أنا ذوقه، حتى اللي كتير طيب وحلو بالنسبة لي منيح. إذا ما بتحبوا الحلو كتير خفوا شوية سكر، يعني نص كاسة أو نص كاسة وشوي لكل لتر حليب بتطلع تمام. وقت بطبخ اليالنجي أنا بتركه بالمرقة تبعه نفسها، يعني ما بشيله من المرقة لحتى يضل هيك لونه أشقر ولونه حلو. معني مستخدمة أنا نوعين ورق، كان عندي ورق يعني من نوعين، نوع ظريف ونوع شوي هيك سيء صغير، يعني باللف بيعذب، فهيك دمجتهم مع بعضهم وطلع غير شكل. بياخد معي على الغاز تقريبا ساعة ونص أو ساعتين مو أكتر. أول نص ساعة بحطه على القوي، بعدين بتركه بنوص الغاز عليه ساعة ونص، ساعة بالكتير يعني بكون خالص. حبيت أخبركم الهدايا اللي أخذتها. هي الهدية كنزة مع حشمتها لبنت رفيقتي اللي عاملين عندها الحفلة، هي كمان عيد ميلادها كان قبل بيوم، ورفيقتنا اللي كان عيد ميلادها أخذت لها هذا الطقم التريكو، هيك موديله جديد ولونه كتير حلو، بتحب هي هيك ألوان وهيك موديلات، فأخذت لها هيك طقم بيجي كنزة طويلة وبنطلون عريض بيجي هيك رجله من تحت عريضة. والكنز اللي اخذتها للبنوتة سيلا هيك نقت لياها، وحتى اخذت منها لها يعني قطعة لسيلا وقطعة اخذت لياها هيك هدية لرفيقتها. خلصتي لبس؟ يلا ساوية منيح من ورا، ايوه من تحت الطاقية مرئية. انتي يا سيلا؟ ايه يلا تعال. Thank you.
وهون كنا وصلنا لعند رفيقتنا وعم نجهز، بلشنا نجهز الطاولة. فالدبولة ما كنت لسه يعني خالصة، بس فارمة الخضرة تبعها، بس بدي تبلها، وقطعت لها البندورة، فهيك حطيت لها، أنا بحب كتر لها ليمون وزيت زيتون، وتكون مصفاية كتير منيح، لأنه هيك بس تكون كل ما كانت ناشفة من المي تكون أطيب. هون حبيت ورجيكم الكوكيز والبسكويت اللي عاملتهم رفيقتي الجزائرية، ما شاء الله عليها كتير إلا مرا، وكتير يطلع معها شغلات حلوة وهيك احترافية، حتى عاملة لبنتها كتير شغلات حلوة، كتير بقنعها بإنها تعمل قناة وتقدم هيك شغلات، بس هي مو ملاقية الوقت. اثنين بكفو باقي الك بشكلك عم بتوحم. هي بدك هيك ما بتجي. حبيت هيك ورجيكم القعدة بتفاصيلها، وقديش هيك الرفقات بيكونوا حلوين، وهيك بيروحوا شوي عن تعب النفس. وكمان كندا هيك عملت لنا أكلة معكرونة بالبشاميل كتير طيبة، سلم إيديها، بتحسنا تشوفوا هيك وصفتها من قناتها كندا هوم إذا حبيتوا تتابعوها. سيلا شو عم تعملي ماما؟ شو عم تلعبوا سوسو؟ عم نلعب لعبة الدفع. لعبة الدفع عم تدفعوا؟ عم تشتروا وتدفعوا؟ يا عيني لولو شو عم تعملوا؟